السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم النهاردة ان شاء الله فيديو برضو حريمي سهل وبسيط قوي 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 فما تتخيلوا. كمان اللون ده انا بحبه جدا وان شاء الله يبقى حلو وتشوفوه عليا كمان بعد ما نخلص الفيديو. يلا نبتدي ونعمل لايك ونبتدي على بركة الله. القماش معانا اهو زي ما جه بتطبيقته، شايفين احنا عملنا ايه اهو. انت اشتريتي قماش طلعتيه من شنطتك بالشكل اهو، لكن انا شايفة ان في شرشبة هنا في القماش، انا شايفه ان في هنا شرشبه في القماش فبجيبها بالشكل ده. شايفين بقلب على الظهر عشان لما اعلي خلاص احنا بقينا شاطرين، مش لازم نبوظ القماش في الوش. تمام، قماشه مستريحه اهي، باخد البرسل على بعضه بالشكل ده. اهم حاجه عندي اني اعمل شغل الدقه، وعشان اعمل شغل الدقه لازم اعمل الخطوات دي. اهي تمام. طيب بدي كمان مره، انا كده تنيت مرتين، ظبطت القماش بتاعي، بشوف اول حاجه طول البلوزه الفستان اي حاجه انا عايزاها، الاول بشوف الطول. تمام، طيب انا عايزاها طويله شويه، طويله يعني حوالي 120 سنتي، 120 سنتي اهي، وازود كمان لا مش هزود، هي 120 سنتي كويسه قوي بحيث ان هي يعني ترسى على متر في الاخر. اهو بقص هنا كده، ده كده طول البلوزة بتاعتي. ومن البدايات بنشتغل، خلينا لسه اول حاجة عرض المسطرة. عشان ايه عرض المسطرة؟ عشان انا هبتدي شغل بعد. تمام، البلوزة دي هلبسها اخر الفيديو ان شاء الله باذن الله كده عشان تشوفوا شكلها على الطبيعة. تمام، طيب عرض الظهر او عرض الكتف هو العرض اللي احنا بنقول عليه. الموديل ده اتعمل في القناة موجود اهو، باخد العرض ده كده اهو بالظبط كده 37 سنتي، باخدهم بالنص وبعمل علامه. تمام، وطبعا في هنا مسافه الخياطه بس كده. طول الوسط او طول الحزام اللي احنا قلنا عليه لغايه منطقه الحزام اهي 42، كل واحده تاخد قياساتها وبقسمها بالنص بالشكل ده. طلع معايا الوسط وطلع معايا الصدر وكل حاجة اهو. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. تمام، طيب دوران الصدر وتعلمنا قياسه وبناخد ربعه. مفيش حاجة، ماشي ماشي يلا. اهو هنقول ربعه، أربعة وعشرين اهو، أربعة وعشرين. تمام، طيب هبتدي بقى هنا هعمل الجيرو. او ايه الجيرو ده؟ ده الابط اهو. انا بستخدم الطباشير عشان خاطر اقدر بعد كده امسحه بشوية مية. تمام، طيب الرقبة عندي هتكون 9 سنتي عشان انا هنا ما عنديش سوسته وما عنديش حاجه. تمام، طيب الخلف هيكون اصغر، هنزل 3 سنتي، والامام هنزل ب 8 سنتي، وما ننساش ابدا ال 3 سنتي النزول اهو. طيب اهم نقطه، وناس كتير بتيجي عند النقطه دي تقول لك البلوزه مش داخله فيا مع اني واخده مقاس الوسط بالظبط. طيب بصوا، الوسط مش ان انا اقيس الجزء الضيق ده، الوسط هو ان انا اخد المنطقة العالية في البطن، اخد المنطقة العالية في البطن. تمام، طيب هنقول مثلا كده اهو بالشكل ده كده. تمام، طيب وبعدين عندي خط الجنب بيكون من 18 ل 20 سنتي، انا هنا خدته 20 اهو،
وده بيكون عليه قياس اكبر حجم بالشكل ده، وتقدري بقى تنزلي البلوزه بهذا الشكل. تمام. طيب عايزه اعمل لها شكل، انا مش عايزاها كده تكون شبه بعضها، انا عايزه اعمل لها شكل. تعالي يا ستي الكل هنا عشان تعملي الشكل، تعالي من الطرف ده كده اهو. طيب تعالي هنا كده اعملي الشكل اللي انت عايزاه، بس الشكل هيكون في الامام بس اهو. انزلي بالشكل ده كده بس الشكل ده في الامام بس. تمام. طيب علشان تعملي الكم مظبوط لازم تكوني عارفه الجزء ده قد ايه اهو اهو. تمام. 24، يبقى عرض الكم عندي 24. هقص بشكل عادي جدا اهو. القص ما بيخوفش. في تعليق عجبني جدا من متابعه بتقول مقص ايه اللي انتوا خايفين منه، امال لو بتمسكوا مشرط في غرفه عمليات كنتوا عملتوا. بجد تعليق بصراحه فعلا ما نقدرش على ان يعني مقص ده حاجه ممتعه. تمام. بتفرغي فيها طاقتك، فما بالك بالمشرط عافانا الله واياكم في غرفه العمليات، تكون ده يعني اللي ماسكه المشرط دي قوتها كده ازاي. تمام اهو. انا ده كده انا قصيت كده الخلف بدون اي تعديلات اهو. تمام. بفتح كده واخد واحده منهم اهي. وهعمل عليها التعديلات اللي احنا قلنا عليها. اول تعديل اهو. ده ما يترميش عشان اعمل منه السجاف بتاع رقبه اهو. تمام. وهنا ازود الرقبه كده خلاص. طيب الاكمام يا ساده يا كرام اهو نفس الحكايه عشان بعمل كمين مع بعض، نفس الحكاية عشان بعمل الكمين مع بعض، وبقية القماش هنا هيستغل في أي حاجة تانية. تمام. طيب عرض الكم قلنا 24 أهو، 24. ننزل شوية عشان القماش يتساوى. تمام بالشكل ده. طول الكم 63 عشان هركب استك. خلينا 64 عشان يكون منفوش كده وشكله حلو. هعمل كم واسع واسع واسع، ولما يتجمع بالاستك هيكون شكله جميل جدا. تمام. طيب سيبك كده شوية كده، المستطيل قد بعضه اهو كده، مستطيل الكم قد بعضه. تمام. العمق هنا ال 14 اهي على اعلى نقطه بس خلاص. كم حاجات غريبه بتغلبنا وهي في الاساس صغيره خالص اهي. يلا يا ساده بقى عشان نشوف الخياطه اللي هي اسهل وابسط وامتع شيء ممكن تعمليه، ووقت الفراغ موجود على فكره ما تبقاش عارفين يعمل ايه. ده كده الكم اهو، وعندي وحدات كانت في ربع قديم، شايفين مش شريتش حاجه، كانت في ربع قديم. تمام. هثبتها هنا بالشكل ده عشان اخيطها، ونفس الحكايه الكم التاني اهو كده اتخيط. تركيبه سهل، ممكن تلزقيه لو مش عايزه تخيطيه. تمام. عملت علامه في نص الكم علشان العلامه دي هي اللي هتساعدني ان انا اركب الكم بطريقه مظبوطه اهي. العلامه هتكون هنا في النص اهي على خط الكتف. تمام. هقيس الكم كده هلاقيه في زياده. تمام. الزياده دي
هردها واعملها كسرات على راس الكم، هتدي لي شكل حلو. انا محتاجه الزياده دي، لو انا مش محتاجاها اطبق الكم وارجع اصغره تاني على قد الدوران بتاعي، تمام. لكن انا حاسه ان الموديل ده كسرتين كده من فوق هيديله شكل حلو بقى. لازم يكون عندك الاضافه الخاصه بيكي اهو لغايه ما العلامه تيجي في النص، كسرتين بس. ركبت الكم تمام، قستك رفيع كده اهو، وبطبق مرتين. الاول اثبت الاستك وابتدي بقى اشد شده خفيفه بحيث انه ما يضغطش على ايدي وانا لابسه. شايفين؟ شايفين تركيب الاستك اهو تمام. الوحدات دي موجوده بتتباع ملونه وفيها ورد كمان وكل حاجه، بس هتلاقوها في محلات ادوات الخياطه تمام. بقفل بقى كده الكم. طيب اخر حاجه تشطيب الرقبه، ممكن ببييه ممكن بنفس لون الشريط، مفيش اي مشكله تمام. احنا هنشتغل بنفس لون الشريط اهو، بحيث ان ممكن يعني لو اشتغلنا من الظهر يكون افضل، خاصة لو انت نفس اللون الخيط حطاه فمفيش مشكلة. بنلف الشريط على الرقبة بالكامل اهو، وبنرجع نلف تاني بالصورة دي. خدي بالك هنا لون الخيط مهم جدا، شايفين؟ بشتغل على نفس لون الخيط بتاع البلوزة بس المكوك شكله فضي اهو، وبنلف كده على الرقبة، شايفين اهو. شايفين البلوزة جمالها، طولها مهم قوي بالنسبة لي، شايفين اهو طويلة. الأكمام دي طالعة موضة زي ما انتوا شايفين كده بساطتها وجمالها، وتقدري تضيقي وتوسعي، بس هي طبعا البلوزة أصلا يعني المفروض تكون واسعة شوية، وده شكلها اهو طويلة. وأتمنى تكون عجبتكم، تعملوا لايك وشير، وأشكركم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.